طبابة ألف مع عادل بربع العيادة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا فيكم مستمعينا الكرام، ونحن نجدد اللقاء معكم في برنامجكم طبابة ألف وعيادتكم المسموعة، ونتمنى لكم في ساعتنا هذه كل صحة وسلامة وعافية. واليوم موضوعنا موضوع أثار كثير من وسائل الإعلام وكثير شغل الناس، خاصة في موضوع الغذاء والسرطان وبما يخص ب 17 البروتين والسكريات، وهذا الموضوع راح نتكلم عنه بإذن الله تعالى في شيء من التفاصيل وبعدة محاور. وضيفنا في هذه الحلقة هو طبعا البروفيسور أيمن بن حسن لنجاوي، وطبعا هو يعتبر استشاري جراحة عامة وجراحة الأورام والمؤسس لعيادات المرجع الطبي. بالتأكيد هذا الموضوع راح نستفيد منه كثير الاستفادة بوجود البروفيسور أيمن، وسعداء بوجودك معنا دكتور أيمن، يا هلا فيك. يا أهلا وسهلا بكم. الله يسلمكم. أنا أذكر المستمعين الكرام أنكم باستطاعتكم أنكم تتواصلوا معنا وترسلوا رسائلكم النصية إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار على الأرقام التالية، حتى لو حبيتوا تتصلوا اكتبوا طبابة واسمكم وإحنا راح نتصل عليكم على الأرقام STC 851040، موبايلي 663-1، وأخيرا في زين 701313. دكتور أيمن، طبعا نحن نتكلم عن الغذاء والسرطان وعلاقتهم ببعض، خاصة في الأشياء اللي ممكن أنها تكافح السرطان أو أنها تكون سد منيع ضد هذا الشبح اللي اجتاح كثير يعني أو يعني من يعاني منه. متى يستخدم هذا العلاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد هذا يمكن أهم موضوع في أيام هذه بالذات. نسمع كثير ونشوف كثير في الواتسابات، في المسجات، في التلفزيون، فجأة يطلع لك واحد يقول لك أنا امتنعت عن أكل السكر وعلش تماما من السرطان، وكان عندي سرطان منتشر الآن ما في ولا شيء. بعدين نسمع فجأة واحد يقول لك البروتينات، وقف نوع معين من البروتينات حتلاقي السرطان كله راح واختفى. أيوه. ويمكن ليتلي كمان سمعنا عن حاجة اسمها فيتامين بي 17، وهذا للأمان هو موجود من زمان بس الآن طلعوا بإسطوانة جديدة إنه هذا علاج لكل الأورام وإن الواحد ما يحتاج ولا شيء. أنا يعني اللي أرجو من الله سبحانه وتعالى ثم من جميع المستمعين إنهم يعني شوية توقوا الحذر، إنه ما يأخذوا أي معلومة ألين يعرفوا مصدرها ويعرفوا فين جات ويتأكدوا من الناس اللي هم يعرفوا. خلينا نمسك شيء البي 17 اللي انا كنت موجود في لندن قبل شهرين، واحد من الدكاتره، ما هو طبيب بس دكاتره من مستوى عالي علمي، كلمني وقال لي على الاقل جيب لي اربعه علب. على قلت له معليش بس بدي اسالك، هو ليش اربع علب؟ عندنا في السعوديه بي 17. قال لي لا لا لا، حق لندن احسن، جيب لي اربع علب. قلت له ليش كذا؟ قال لي والله انت سيء صراحه، لا دكتور ولا كلام فاضي. قلت له ليه يا ابوي؟ قال لي هذا علاج للسرطان ودول، وبعتني بالواتساب. أيوة. طبعا منظومة محبوكة جدا لمرضى معينين وكانوا يأخذوا، وكله كلام فاضي في النهاية. فخلينا نقول البي 17 الآن لو راجعنا كل الأبحاث على مستوى العالم، ما بدي أتكلم على مستوى أيمن لنجاوي ولا إيش رأيي في الموضوع ولا لا لا نعم. احنا خلينا نتكلم على مستوى العالم كله، البي 17 لقوا منه بعض الفوائد في بروستاتا، سرطان البروستاتا، غير كده ابدا لا، وبالذات في سرطان الثدي ما له اي افكت. أيوة. ما له اي ده. فاذا ما يجي احد يضحك علي في الواتساب ويبعث لي كده برامج مبرمجه ويقول لي ترى الفيتامين بي 17 يعالج وابعد عن عن اي علاج ثاني. الهدف الاساسي من كل المسجات اللي بشوفها في الواتساب هو تدمير المجتمع، واضح وممنهج ومرسوم على انه يدمروا عقليه المجتمع ويدمروا بالامراض. نعم. شيء تاني سمعنا عن البروتينات، فجأة قالوا اللحمة تأكل اللحمة ما نعرف إيش يصير فيها ودول، نرجع أقول برضو كان فاضي. ليه؟ الجسم كله مبني على لحم، إحنا عندنا لحم جوا، الأعضلات دي كلها عبارة عن لحم. نعم. يعني زي ما هو نحتاج اللحوم، ما حد يقدر يقول لك ولا لها سبب. أعتقدوا في البداية
في بعض الأبحاث إنه والله اللحم اللي إحنا بناكله البروتينات والدينا حقه مكسر، فبالتالي بيأثر علينا. ممكن؟ ممكن للأمان، لكن هل هو مثبت؟ هل هو معناته إن إحنا نبعد عن اللحوم؟ الجواب لا. نيجي الشيء الثالث وهو خطير جدا، السكرية. نعم خطير، لأنه أنا نفسي منشغل به الأيام هذه. يعني في عام السكريات إحنا لو لاحظنا في جهاز اسمه بيت سكان، الجهاز هذا إحنا بنستخدمه لعملية تصوير الجسم بالكامل عشان يبين لنا الأورام. طب كيف البيت سكان بيبين الورم؟ إحنا بنحقن مادة بوزيترونت اللي هي مادة مشعة، نخلطها مع سكر ونحقنها للجسم. الأورام بتمتص السكر بنسبة عالية، فبالتالي الأشعة كلها بتروح لفين؟ للورم هذا. نعم. اللي بيمتص السكر، وبالتالي بيكون سهل علينا نشوفه في الأشعة. هذا فتح لنا الباب لحكاية السكر. طيب هل محل السكر يزيد الأورام في الجسم ولا هو السبب الأساسي ولا هو السبب الرئيسي؟ الجواب ما هو السبب الرئيسي أبدا، إنما يزيد ممكن يلعب. نعم لكن ما يعتبر سبب. لا أيوه. ولا إلى الآن إلى هذه اللحظة وأنا أكلمك، لكن عامل مساعد. نعم تقول. عامل ممكن يزيد، نعم ممكن يزيد، لكن خلينا نتعمق شوية. أيوه. طب ما إحنا كل شيء بناكله في النهاية بتحول لسكر. نعم. الدهون اللي بتاكلها بتتحوش في الجسم، بتحول كلها الكالوريز دي كلها السكر. صحيح. فركتوز، الفواكه اللي بناكلها، واحد يقولك لا السكر حق الأبيض اللي هو السكر اللي بنحطه مع الشاي. نعم. هو السيء. نعم. سكر الفاكهة ما منه مشكلة. طيب. حتى سكر الفاكهة احنا بناكله بنبلع عليه فركتوز، بس لما بيدخل جوه بيتكسر في الجسم وبعدين بيتخزن في الكبد، ويوم ما يطلع على شكل سكريات. طب يمكن مو يعني متعرف بذلك دكتور، يعني سكر عن سكر يفرق، لكن هذا السكر اللي في الفواكه بما نسمعه، والسكر اللي هو يعتبر يسمونه السم الابيض مثل الملح. صحيح. بس أيوه. الجسم ما ينظر زي ما انت تنظر. أيوه. يعني انا اقول لك الجسم عباره، الكبد عباره عن مخزن. نعم. انا لما تيجي تقول لي خزن لي الغرفه دي، طيب ولا لا، وحتجيب لي واحده ثانيه مثلا افخم منها، بدل 3 ميكروفونات 7 ميكروفونات. نعم. انت بالنسبه لي ما تفرق، المخزن حيفك لك كل قطعه منها ويخزنها. يوم ما تيجي تقول أبغى مرة تانية حيجيب لك وحدة بميكروفونة، صح ولا لا؟ ما رجع لك هي نفس. أيوة. الشكل الأولاني. أيوة. فإذا لما نأخذ السكريات وحتى الدهون وحتى البروتينات بعضها منها، الجسم بيتعامل معها كلها، بيخزنها كلها على الشكل البدائي حقها. أها. اللي هي ذرة الكربون وحوالينا ذرات الهيدروجين، أيا كان هذا الشكل الذي دخل. أيوة. وطلعها بعدين على شكل سكريات طاقة للجسم، فبيطلع على شكل كله في النهاية واحد شكل اللي هو ليش؟ اللي هو الجلوكوز اللي احنا بنحاربه. فإذا نعم أنا أقول لك أسوأ اختراعين مروا على البشرية هم الأبيضين، الملح والسكر، هذا ما يبالها نقاش، دول أسوأ اختراعين مروا على البشرية. لكن ما يديني الحق أني أنا أقول أنه والله هو ده سبب السرطان. نعم. السكر لا ما هو سبب، مساعد يزيد نسبة أو حجم الأورام ممكن، لكنه سبب الرئيسي غير معروف لنا من أصله. إحنا معنا عارفين الورم بيجي من فين. نعم. حنكمل معك دكتور أيمن، وما زال حديثنا مستمعين الكرام عن الغذاء والسرطان وبي 17. طبعا هذا الحديث المهم جدا، وكيف فعلا أنه هل ممكن أن يساهم وعلى أي مدى، وما هي الأنواع اللي ممكن أنها تساهم وتساعد في طبعا تحدي السرطان. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. طبابة ألف مع عادل ضربة، العيادة المسموعة. عدنا لكم مستمعينا الكرام وحديثنا عن الغذاء والسرطان، وضيفنا في هذه الحلقة هو البروفيسور أيمن بن حسن لنجاوي، وهو استشاري جراحة عامة وجراحة الأورام، والمؤسس لعيادات المرجع الطبي والرئيس التنفيذي. وللتواصل معنا مستمعينا بإمكانكم إرسال رسالة نصية ترسلوا فيها أي سؤال أو استفسار، أو كذلك إذا حبيتوا أنه احنا نتصل عليكم ارسل اسمك وكلمة طبابة ورح نتصل عليك فقط على الأرقام التالية على STC 85 1040، موبايلي 66301
وأخيرا في زين 701313. طبعا دكتور أيمن، بروفيسور أيمن، إحنا بنسمع عن علاجات متعددة خاصة للأورام أو السرطانات، والواحد أحيانا بيقول أنا بإيش أبدأ ومتى أخذ أو ماذا أستخدم العلاج المناسب؟ هل هو الجراحة؟ هل هو الكيماوي؟ هل هو أشياء كثيرة؟ فلذلك إحنا نحب إنه نفصل ونؤصل هذا الموضوع. بسم الله. أول شيء خلينا إحنا نبسط الموضوع لعزيزي المستمع. نعم. الأورام نوعين، إما سائلة أو أورام صلبة. نعم. الأورام السائلة عشان نرتاح كلنا نعرف علاجها فقط كيماوي. زي إيش؟ زي اليوكيميا نسمع، أو الليمفوما. الليوكيميا اللي هي أورام الكرات الدم البيضاء، الليمفوما أورام العقد الليمفاوية. نعم. طيب هذه علاجها بكيماوي فقط. أيوة. إذن السوائل علاج كيماوي. نجي للصلبة وهي المهمة وهي المنتشرة، مثل أورام الثدي، أورام المعدة، أورام البنكرياس، قولون مستقيم إلى آخره، دي كلها أورام صلبة. نعم. العلاج الأصلي والبدائي واللي كل مريض لازم يبدأ به هو استئصال جراحي. الاستئصال يجب أن يكون استئصال كامل بدون ترك أي خلايا سرطانية في الجسم، لأنه خلية واحدة ممكن ترجعنا من جديد. نعم. طيب عملنا الاستئصال، بعد كده يجي دور العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي مع اختلاف العضو. يعني مثلا الثدي ما هو زي القولون، القولون ما بنستخدم له علاج إشعاعي نهائي، ما ينفع. الثدي المستقيم بنستخدمه. فلو ركزنا شوية على الثدي بما إنه هو أكثر الأورام انتشارا، نحن نجي نتكلم على هذه الكلمة فيها، هنلاقي إنه أول شيء نسوي عملية استئصال للورم، ثم العلاج الكيماوي، ثم العلاج الإشعاعي. طيب ليش الثلاث العلاجات هذه؟ إيش الفرق ما بينهم؟ جراحة إحنا شلنا الورم خلاص، مفروض المريضة الآن قدامي ما فيها ورم. العلاج الكيماوي إحنا بنقتل كل خلية دخلت الدم وإحنا ما ندري عنها. إحنا سوينا دراسة لقينا ما في انتشار. أيوه. لكن هذا ما يمنع إنه في خلايا أوريدي موجودة في الدم أو موجودة في القنوات الليمفاوية. فهذه كذا كيف نعالجها؟ كيف نقتلها؟ بالعلاج الكيماوي. إذا العلاج الكيماوي مهم، نعم، لكنه ما هو العلاج الأول. أيوه. ما هو العلاج كامل. لذلك نقول إحنا والله شوفي يا أختي، أنت بعد العملية الجراحية نسبة شفائك 60%، لكن لو أخذت الكيماوي صار 80%. طبعا 20% جات من فين هذه؟ من إنه إحنا بالعلاج الكيماوي قتلنا جميع الخلايا الموجودة في الدم وفي القنوات الليمفاوية، فنقلل احتمالية وجود الخلايا السرطانية وعودته مرة أخرى. نعم، لأنه نعم. تلاقي المريضة بعد سنتين ثلاثة برجع لها الورم. أيوه. إذا ما أخذ العلاج كيماوي يعني فيها. نيجي للشيء الثالث، إيش هو العلاج الإشعاعي؟ العلاج الإشعاعي كان من زمان أي ورم في الثدي عملية استئصال كاملة للثدي، مظبوط؟ نعم. الآن لا، العكس تماما، أي ورم في الثدي بنستأصل فقط الورم، نحافظ على الشكل الجمالي للثدي بحيث أنه ما يبان أنه إحنا سوينا عملية. طب لو شلنا بس الورم إيش اللي بيصير؟ إحنا خايفين أنه لا يكون وإنت بتشيل الورم في خلايا تركتها في نفس المكان، هذه ما تعالجها الكيماوي. الكيماوي قلنا يعالج الدم والعقد الليمفاوية أو قنوات الليمفاوية. نعم. إذا نحتاج علاج إشعاعي للمكان اللي فيه الورم، نستخدمه في أورام الثدي، نستخدمه في أورام مستقيم، بعض البنكرياس، في المكان الموجود نقوم نعطي جرعات إشعاعية في المكان تقتل جميع الخلايا السرطانية اللي ممكن تكون انتركت بالخطأ هناك، أو أنه طاح علينا، أو أنه تلوث المكان فيها. نعم. فإذا هذا هو أهمية العلاج الإشعاعي. العلاج الجراحي على طول أول ما نكتشف الورم لازم نسويه، العلاج الكيماوي بعده بأسبوعين، العلاج الإشعاعي ممكن تأخره إلى 3 شهور، بل العكس، الدراسات تقول كل ما أخرت العلاج الإشعاعي كل ما يكون فوائده أفضل. ليش؟ أفضل منها، لأنه أنت في الحقيقة بتقتل الخلايا اللي متروكة أو الخلايا اللي ممكن يحضر منها ورم. هذه الخلايا ما تكون واضحة في البداية. أيوه. إيه، لو استنيت عليها 2 3 هتبدا تفضح نفسها، صحيح، تطلع، فيكون الفائده حقتها اعلى منها. نعم نعم. يعني لو حبينا نعرف عن بعد ما عرفنا عن الاستخدامات هذه، يعني تعاملها او الافضل مع الامراض الاكثر شيوعا خاصه في السعوديه، ما هي الاورام؟ طيب. وايش الاشياء اللي ممكن احنا في فيها؟ نقطتين مهمه. يعني نعم. احنا دائما بنتكلم على اورام الثدي، نعم، لانها اكثر شيء شيوعا.
صحيح. والحقيقة مو في السعودية، ممكن في العالم كله. نعم. لو جبنا 100 واحدة أو 100 ورم سرطاني جديد، حنلاقي 21-22% ثدي، والباقي موزع على جميع 100-200 نوع من السرطانات الثانية الأخرى. نعم. فإذا سرطان ثدي لازم كلنا نهتم به زيادة. يجي بعده أهمية أو بعده في الانتشار الغدة الدرقية، الرئة، القولون والمستقيم، واللمفاوي. هذول أهم الأوراق اللي عندنا موجودة. بما أنه قلنا الشيء ده، نرجع نقول مرة تانية وثالثة ورابعة الفحص المبكر. طب أنتوا يعني واحد يسألني يا أخي أنتوا ليش قاعدين تلفوا وتدوروا في حكاية الفحص؟ ما عندكم شغل تبوا الناس يجوا عندكم ولا إيش؟ لا، السرطان العلاج الوحيد لي هو إنك تكتشفه بدري. صحيح. وتشيله بدري، لأنه إذا صار وحصل خلاص عندها. أي. أنا الآن لما تجيني واحدة حست إنه عندها ورم في الثدي، سوينا ألتراساوند لقينا الورم هذا حجمه مثلاً 1.5 سنتي، طيب، أو 2 سنتي. نعم. في العادة يكون 2 وما فوق، بس خلينا نقول 2 سنتي أو 1.5. تعتقدوا كم لها الورم ده موجود في الثدي دي قديش؟ أيوة. عشان يوصل للواحد الحجم هذا. نعم نعم. كم تعتقد سنه؟ كم تعتقد سنه عادي؟ يعني في حدود السنه يعني على الاقل 7 سنوات. على الاقل 7 سنوات عشان يوصل السنتي ونص. عشان يوصل السنتي والنص. فاذا انا اسال نفسي سؤال، هي فين المريضه في 7 سنين؟ يعني ليش المسكينة هذه جات بعد ما صار حجمه 1.5 سنتي أو 2 سنتي؟ وابتدينا نفكر في العقد الليمفاوية، ابتدينا نفكر في الدم، ابتدينا نفكر على علاج الكيماوي، كل هذا الباب خاص حينفك. أيوة. لبينما لو إحنا شفنا المريضة في هذه 7 سنين الأولانية، كنا إحنا اكتشفنا الورم وهو حجمه 2-3-4 ملي. نعم. وليس سنتي. نعم. فسوينا عملية بسيطة وشلنا، ولا نحتاج علاج كيماوي ولا علاج مش عارف إيه ولا شيء. أيوة أيوة. فإذا يا جماعة نعيدها بدل المرة مليون، كشف مبكر لازم منه. متى السن؟ من بعد 30. متى الماموغرام؟ من 40 وما فوق كل سنة. طيب؟ نعم. لو في العيلة منتشر، لا، أبدر شوية، من 25 لازم المريضة تكون معانا موجودة. بس برضو الماموغرام ما نعمله هون بدري، نعمل 35 بعدين نعيده في 40 بعدين كل سنة. يعني نعم. مهم، مهم جدا مهم، وما عندنا حل تاني غير. ما أدري دكتور، الآن يعني صار مسمى السرطان يعني مسمى شائع، يعني صار أصبح هو مرض العصر. يعني الأول كان من النادر نسمع أنه واحد عنده سرطان. أنا أسميه زكمة العصر للأسف. في فعلا مثل ما تقول واحد عنده انفلونزا ولا زكام يقول عنده سرطان. والله ما بال، يعني أنا أكاد أتحدى. ليه يعني؟ أنا أبغى أعرف السبب اللي جعل هذا المرض ينتشر خاصة أوساطنا إحنا، في سبب معين؟ هل هي الحياة، الممارسة الخاطئة اللي هو واضح حياتي؟ الحقيقة السبب. نعم. يعني وإن كنا ما نقدر بالضبط نحط أصبعنا عليه، لكن أيوه. واضح جدا. نعم. أولا فعلا إحنا أنا أسمي الأورام السرطانية الآن زكمة العصر. يلا. ما في بيت يعني ما في بيت، لا برباع ولا النجاوي ولا النجاني إلا في سرطان. يعني اسألني أنا بما إن أنا بشتغل كثير، عند الهيستري حق العوائل جدة كلها، ما عمره طب علي بيت وكذا قعدت أفكر ما عندهم أحد عنده سرطان. صحيح. لازم يكون موجود. صحيح. إيش السبب؟ السبب واضح جدا، هو دخول الأغذية والمعلبات والأشياء الكيماوية والدجاج اللي بناكله واللحوم ناكله كلها مطعمة بجروث هرمون وإستروجين عشان تكبر بسرعة وسوي. هذا كله لي تأثير علينا يعني. لكن نعم. هو السؤال إنه كيف نحن ننحمي منه؟ ما تقدر تبعد عن ده كله، ما تقدر يعني فيها. لا، ما في سبب واضح يعني ما أدري، يمكن هذه من الإجابات اللي وردتنا إنه ما نقدر نضع يدنا على السبب الحقيقي. لا، هو خلل في جين موجود في حاجة اسمها الأبوبتوسيس أو الأبوبتوتيك بروسيجر اللي بتحصل في الجسم. الجين هذا اسمه P53. الجين هذا يضعف، يمرض، يموت. الجين هذا ايش هو؟ عامل زي برج المراقبه اللي في المطار. ايوه. هو اللي يقول لي الطياره متى تنزلي ومتى تطلعي، ويقول لي الخليه متى تنقسمي ومتى تموتي. أيوه. على فكره الخليه مبرمجه على انها تموت. طيب، فاذا هذا البرنامج صار فيه خلل، ما ماتت الخليه، ايش صار؟
انقسمت لكن ما بتحمل الصفات الوراثيه. لو أيوه. لو اقول لكم كيف البروسيس، لان انا عامل ماستر فيها ماجستير في هذا الشيء. البروسيس انه لما تيجي الخليه تنقسم، الخليه واحده تصير اثنين، نعم، يجي البي 53 اللي هو المراقب حق المطار، يأمر جين تاني انه يروح يتاكد انه هذه الصفات هي الصفات اللي ربنا خلقها، ما في منهم واحد غير صفاته. اذا رجع قال له الجين هذا، قال له انه لا في غلط، ابعت جين تاني اسمه بي 21. هذا بالضبط زي السباك والنجار والدول، شايل معاه العده يروح يصلح الجين هذا. يلا اذا قدر يصلح الجين خلاص حيسمح له بالطيران، اذا ما قدر يصلح الجين حيرجع للمره ثانيه البي 53 يقول له ما قدرت اصلح الجين. يقوم ايش يسوي البي 53؟ زي الشهداء والدول اللي بيفجروا نفسها، يسحب الأنبوبة يفجر نفسه والخلية، يقتل الخلية عشان الخلية ما يخليها تنقسم، نعم، بصفات غير اللي ربنا خلق لها. طيب؟ نعم. فأحنا حنطلع فاصل، الحديث شيق معك بروفيسور أيمن، وحديثنا عن الغذاء والسرطان. بإمكانكم التواصل معنا مستمعينا على الهاتف 011-217-8585 أو على 012-616-1100. لكن بعد الفاصل خلوكم معنا. طبابة ألف مع عادل ضربة، العيادة المسموعة. حياكم الله مستمعينا الكرام، وحديث شيق حقيقة مع البروفيسور أيمن بن حسن الجاوي حول موضوع الأورام السرطانية وكيفية علاجها، وكيف فعلا توجد مثل هذه الخلايا السرطانية، ولابد يكون فعلا هناك نوع من الوقاية عبر الكشف المبكر. طبعا نقاط جدا مهمة نريد أن نعرفها أكثر وأكثر من البروفيسور أيمن بن حسن الجاوي، استشاري جراحة عامة وجراحة الأورام والمؤسس لعيادات المرجع الطبي والرئيس التنفيذي للمرجع الطبي، طبعا مرجع طبي بمدينة جدة. بإمكانكم أيضا بعد هذه الحلقة أن يكون لكم أي استشارات أو أي زيارة، يعني أن يكون هناك نوع من المعرفة أكثر وأكثر بتواجدكم في مركز المرجع الطبي بمدينة جدة. طبعا للتواصل معنا بإمكانكم الاتصال هاتفيا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. مكملين معك بروفيسور أيمن، وإحنا وصلنا النقطة اللي قبل الفاصل. النقطة اللي إحنا وصلنا فيها إنه الجين هذا لما نحس إنه الخلية ما صارت تحمل الصفات اللي ربنا خلقها بها، نعم، يبعد جين تاني اسمه P21 عشان يصلح الخطأ هذا. إذا ما قدر يقوم يجي يسوي يفجر الخلية كلها. لما يفجر الخلية يضمن الجين ده، صحيح إنه مات هو معاهم، لكن يضمن إنه ما قسمت الخلية بصفات غير ربنا اللي خلقها بها. نعم. إيش اللي بيحصل في السرطان؟ سهل جدا، الفيروسات أو المواد المسرطنة مثل الكيماويات مثل الإشعاع، عرف الشغلة هذه، صار يدخل الفيروس على طول على الجين هذا البي 53 يقتله بالضبط زي عملية اختطاف طائرة. طب نعم. لما انقتل الجين هذا إيش صار؟ صار الفيروس يمتلك الخلية. نعم. صار الفيروس يشغل الخلية تخدم نفسه، تطلع منه عيال لي هو. صار الفيروس الواحد في الخلية بعد يوم يومين ثلاثة تنفجر الخلية يخرج منها 200 فيروس. هذا اللي بيحصل مثلا في التهاب الكبد الوبائي. نفس الحكاية بالنسبة للسرطان. لما يروح البي 53 صار كل جين يحمل صفات مختلفة، الخلية برضو حتنقسم لأنه ما في أحد بيقول لها لا تنقسمي. أيوه. تنقسم. طب مين يوقفها؟ ما في أحد يوقفها، لأنه اللي بوقفها المسؤول هو اللي مات. نعم. اللي هو البي 53 هتفضل تنقسم إلى ما لا نهاية، هو ده السرطان، ويبدأ ينتشر فيها الموضوع. نعم. إحنا البني آدم تعلمنا إيش؟ أنا سويت بروبوزل أيام ما كنت في مجال في كندا، قلنا إحنا نجيب الفيروس بما إنه ذكي ويكتشف. شوف الفيروس في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء. في منتهى الذكاء انه يعرف يروح للجين المسؤول عن نعم خلاص نعم يتوجه مباشره على المكان. خبث الانسان اكبر من الفيروس بكثير. مسكوا الفيروس ده ايوه وشرحوا، لقوا انه عباره عن 3 اجزاء، راس وبطن وديل. الراس عشان يعني يشوف طريقه، نعم، يشوف طريقه ويفكر به، والديل عشان يدف نفسه.
والبطن عشان يحمل الجينات، فجابوا البطن دي شالوا منها الجينات، حطوا مين؟ حطوا جينات بي 53، الجينات حق البني آدم. نعم. وقالوا له يلا انطلق انت وغباك وروح على نفس الخلية وحاول تجيب منها. فيسو راح دخل ودخل على الخلية اللي هي مسرطنة أوردي. نعم. بس احنا نستخدمه كعلاج، هو مو فاهم. دخل الخلية سرطانية، نزل العبوة حقته من الجينات على انه بده يجيب عيال دي. هو في الحقيقة نزل العبوة اللي تحمل جينات مين؟ البي 53. نعم. فأصبح فيه شفاء. نعم. طيب هذا الكلام خطير. ليه؟ لأنه معناته ان احنا نتكلم على شفاء للسرطانات كلها. طيب ايش اللي صار بعد كده؟ لقوا انه هنحتاج نسوي الحركة دي على طول. ايوه. لمجرد توقف يرجع مرة ثانية سرطان. ليه؟ لأنه ما في احد بيصنع لنا البي 53 جوا. هذا بيصنعها، طيب خلاص، وبعدين راحت الخلية ماتت، قتلنا الخلية، يعني اكتشفت الخلية، قتل الخلية، طب غلقوا هم، لسه سرطان فيه موجود زي ما هو. نعم. فهذه من الأشياء والعواقب اللي موجودة. لكن من الأشياء اللي سبحان الله احنا بنقول دائما الفيروسات الفيروسات، لا، البني آدم صار يستخدم الفيروسات في العلاج حق هاي الفئة. نعم. احنا عندنا اتصال، بس تأذنك معنا أم أمل، تفضلي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، يا مرحبا، تفضلي أختي أم أمل. عندي سؤال الدكتور. دكتور، يعني بالنسبة لي الأورام الحميدة، يعني إذا لم تعالج في وقت مبكر، هل من الممكن لا سمح الله أن تتحول إلى أمراض أو أورام سرطانية؟ أيضا السؤال الثاني بالنسبة للمواد الغذائية المعلبة أو العصائر، يمكن هذه الأشياء داخلها أشياء ملونة، صبغات ملونة أو أشياء ملونة، هل من الممكن أن تكون سبب في وجود أورام سرطانية لا سمح الله؟ ويعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا. يا هلا. يا مرحبا. طيب نجاوب على، طيب بسم الله. طبعا الحميد يتحول لخبيث، هذا سؤال مرة مهم. أيوة. لكن أحب أقول لكم يا جماعة، ترى كل عضو يختلف عن الثاني. يعني الأورام الحميدة اللي في الثدي ما هي زي الأورام الحميدة اللي في القولون. أيوة. الأورام الحميدة اللي في القولون اللي هي اللحميات 100% تحول لسرطان. أه. لو تركتيها بعد 5-10 سنوات حتحول لسرطان. أما الأورام الحميدة اللي في الثدي اللي احنا نسميها مثلا فايبرادينوما، لو تركناها 100 سنة ما حتحول. أيوة. فيها. فإذا عضو عن عضو يفرق، لكن الجواب بصفة عامة معظم الحميد ما يتحول لسرطان. لكن لازم نتأكد نوع الحميد اللي موجود فيه الأورغان. نعم. يعني في بالعضو يعني اللي موجود فيه. نعم. السؤال الثاني عن المواد الغذائية المعلبة والله ما في شك يا أختي، احنا كنا نتكلم، أنا أكاد أحلف بالله إنه هي السبب الأساسي في السرطان. نعم. المواد الكيماوية اللي موجودة، المواد الكيماوية اللي بيحفظ فيها الفاكهة حتى اللي احنا بناكلها، ترى ما شاء الله ما شاء الله، احنا لو شفت الفاكهة اللي عندنا، لو تروحي بلد المزارع ما تلاقي الفاكهة اللي هي. لا. ليش؟ لأن كلها بتجينا من برا. طب كيف بيجينا برا ما تخرب؟ يعني ده التفاح يباله يومين يخرب. صحيح. احنا بيجينا بعد اسبوعين من تقدير. كله مغطى بمواد كيماويه حافظه. مواد الكيماويه؟ نعم، ما في شك انه هي من مسببات السرطان. العصائر، اشرب البيبسي والميرندا، على فكره. نعم. انا بشرب بيبسي بس بوريهم العلبه يعني فيها، لكن البيبسي الميرندا الدول كلها فيها. نعم. 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 كل المواد الصبغات هذه موجوده، نعم، كلها ممكن تسبب، كلها بتسبب نفس الميكانيزم اللي احنا قلنا عليه. نعم. تدخل الخليه بتقتل الجينات الرئيسيه، تخلي الخليه تائهه. بس عمال تنجب خلايا تانية، وهي مي فاهمه انه هي اصلا متلخبطه، وهذا هو سرطان. نعم. معنا اتصال كذلك، ابراهيم. مرحبا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم العافيه. يعافيك يا هلا. عندي سؤال عن الدكتور، بس بعيد شوي عن موضوع السرطان، عن السكريات بشكل خاص. طيب تفضل. السؤال هو انه اذا الواحد مثلا عم يلعب بالنادي او بالجيم وامتنع عن السكريات والملح اللي عقول الابيضين، نعم، هل لها تاثير سلبي؟ يعني انا مثلا وقت استعمال السكريات بس بحس بدوخه صراحه. نعم. فما بقدر استغني عنها، برجع للعادي اني يعني اشرب اكل سكريات. طيب يجاوبك في سؤال ثاني. شو الحل؟ شكرا لك. طيب وعندنا سؤال كذلك وجاوبه. تفضل. معنا كمال، تفضل. هلا اخوي عادل، كيف يا هلا، حياك الله كمال، تفضل. الله يسلمك، تحياتي لك وللبروف يعني. يا هلا. كلمات سلسه ومنساغه وتدخل الى القلب والعقل يعني بكل سلاسه يعني. الله يسلمك. انا حقيقه سؤالي لهذا البروف العالم الجليل،
إن الواحد إذا كان داير يكتشفها أو داير يفحص مبدئيا كده يعني فحص مبدئي بالنسبة للسرطان يعني ما هو الفحص المعين اللي الواحد يعني يفحص عشان يطمئن مثلا نعم. موضوع السرطان وكده طيب. الله وياكم جميعا تمام تمام سؤال جيد شكرا كمان طيب ناخذ الإجابة أخونا إبراهيم عن طيب. السكريات بالنسبة للأخ إبراهيم الأخ إبراهيم إحنا كنا بنتكلم عن السكريات في البداية وقلت أنا بالنسبة لي أنا أعتقد إنها ممكن تزيد من حجم الأورام بصفة عامة لكن لو إحنا تكلمنا عن السكريات لو واحد بده يمتنع تمام زي ما أنت بتسوي ترى أي شيء بتاكله في الجسم بيتحول لسكريات في النهاية وبيخزن في الكبد السكريات اللي إحنا بناكلها تمشيك بالضبط من 4 إلى 6 ساعات الآن لما أشرب أنا علبة بيبسي بعد 4 إلى 6 ساعات بتنحرق لو أنا بتحرك طبعا لو ما بتحرك كله بتخزن إنما الدهون ما بتنحرق الدهون تروح تخزن على طول لكن تخزن على أي صيغة على صيغة سكريات نعم فإذا الإنسان سبحان الله لو تلاحظ أنت في الصيام أول ما تقوم من النوم أول يوم تاني يوم ترى ما عندك أي مشكلة تحس نفسك عادي جدا وكل شيء عادي ولا كأنه في شيء يدور صحيح إيش اللي بيصير اللي بيصير إنه الجسم على طول حس إنه ما في سكريات كم ابتدى يفرز من السكريات اللي هو مخزنها في الكبد اللي موجودة بدأ حس نعم كيف إنما إيش اللي بيحصل الدماغ ذكي جدا أذكى مني أنا وإنت وهو دماغي أنا لكن هو دنيا تاني غير اللي عايشة انتبه إنه إحنا في رمضان وانتبه إنه أنت ما بتفطر هتلاقي نفسك بعد ثالث رابع يوم تقوم كسلان نص النهار كسلان ما فيك حيل في عينك النوم كل شوية تاب لأنه هو حجب جميع الكالوري والأي تي بيز عنك مسكها ليه؟ عارف انه انت ما هتاكل الا على المغرب وعارف انك انت ممكن تحتاج هذه الكالوريز كلها بصفه كبيره في خلال اليوم فما يبغى يبعزقها ايوه يقوم يمسكها عشان كده انت يا اخي ابراهيم بتحس بالدوخه هذه ليش بتحس بالدوخه لانه الجسم امر الكبد يمسك السكريات عرف انك انت ما بتاكل سكر فقال ايش لا تبعزق السكر كله هذا ممكن يكون ضايع في غابه ممكن يكون ضايع في صحراء هيحتاج السكر فخلينا نمسك السكر قبل ما نقدر عشان كده تلاحظ انت في بعد مرور اول 4-5 أيام من رمضان ابتديت ما تفقد وزن ليه لانه في الحقيقه انت ما بتحرق وزن في اثناء الصيام في النهار ما بتحرق ما بيخليك الجسم ما يديك فرصه انك تحرق لانه عارف انك ما حتاكل في النهار ايوه تيجي تاكل في الليل خلاص تلقى كل شيء رجع طبيعي يبدا هو يفرز فيها فهذه الاخ ابراهيم عشان كده بيحس بدوخه نعم امتنع على سكريات ما عندك مشكلة الدوخة إذا ما راجعتك خذ لك يعني حبة صغيرة من الشوكولاتة ولا شيء وانتهينا انتهى الموضوع إنما السكريات بصفة عامة سيئة نعم. ولا تخاف الجسم يعرف يجيب سكريات إن شاء الله يحول البروتين نفسه لو احتاج البروتين اللي احنا فينا العضلات دي لو احتاج الجسم يحولها نفسها لسكر عشان عارف إنه هو ده اللي انت تحتاجه في الطاقة تمام اخونا كمال تكلم عن نوعيه الكشف اللي يبين فيه اذا كان سرطان او لا ممتاز احنا تكلمنا وقلنا انه يا جماعه ترى سرطان كل عضو يختلف عن الاخر تمام كل عضو له دنيا ثانيه ما له علاقه بالثاني واحد يقول يعني واحد جاله سرطان والعياذ بالله في المعده غير عن واحده جالها سرطان في الثدي ما له دخل مو هذا معناته يروح لدا وهذا لا أيوة. الانتشار يعني انه نفس الورم السرطاني حق الثدي انزرع في العظم او انزرع في الكبد مو معناته الكبد صار فيه مو معناته انه خلايا الكبد صارت مسرطنه أيوة. لا خلايا الكبد سليمه انما لما نجي نشرح الكبد نلاقي خلايا حق الثدي مسرطنه موجوده فيها انتقل عن طريق الدم اذا احنا نعم لكل عضو في طريقه معينه للفحص حق الاورام الثدي المعده القولون الامعاء حتى في تحاليل الدم في حاجه اسمها CA19-9 الفا فيتو بروتين كل شيء لشيء يعني الفا فيتو بروتين طب هل معنى ذلك ان ممكن اعمل كشف كامل نعم ايوه نعم احنا ايش مشكلتنا انا اقول لك هي بصراحه ايش مشكلتنا أيوه. انه حيكون مكلف ايوه ليش لان انت بتكلم على كل عضو فلذلك الافضل ان احنا نمسك الخمسه الاشياء المهمه اللي هي الثدي المعده القولون والمستقيم الرئه والليمفوما اللي هي الـ الأورام اللي فيها والغدة الدرقية هذول الستة الأشياء اللي مرة مهمين نحن نركز عليهم ليه؟ تقريبا 90% من جميع الأورام اللي موجودة فإذا ركزنا على 90% على الأغلب إن شاء الله حيكون نافع يعني بإذن الله إنما كلها لها فحوصات وكشوفات مبكرة نعم بإذن الله تعالى ف
فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا، خلوكم على السمع. طبابة ألف مع عادل ضربة، العيادة المسموعة. عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وما زال حديثنا عن الغذاء والسرطان، وضيف حلقتنا هو البروفيسور أيمن بن حسن لنجاوي، استشاري جراحة عامة وجراحة الأورام، والمؤسس لعيادات المرجع الطبي والرئيس التنفيذي. دكتور أيمن، بروفيسور أيمن، هل هناك شفاء للأورام السرطانية أم لا؟ هذا سؤال جميل جدا. إحنا مشكلتنا دائما بنشوف السايد السيء. لو أنت حتتفاجأ لو قلت لك أنا مينيمم 60-70% من الأورام السرطانية تشفى. حسبني أنا مبالغ في الموضوع. في الحقيقة والله يمكن أكثر. بصيص الأمل هذا. نعم. يمكن أكثر. أيوه. وعلى فكرة يعني أنا لما جيني واحدة عندها سرطان في الثدي. نعم. بعالجها تشفى تشفى يعني تشفى تعيش طبيعي. لبينما لو واحد عنده سكر ولا عنده ضغط إحنا بنديله حبة عشان نزل الضغط، هو ما شوفي. أيوه. هو أخذ الحبة دي حيجلس عليها طول حياته. هو في الحقيقة ما شوفي من الضغط ولا شوفي من السكر. نعم. يعني فيها. إنما هذه أدوية تساعده على إنه يقلل الضغط أو إنه يساعده على البنكرياس الشغل. أنا بقول لك سرطانات لا بيشف. أنا الآن بتابع ناس سويت لهم عملية من قبل 17 سنة. 17 سنة يعني كلمني أنا واحد الله يذكره بالخير، طبعا ما نذكر أسماء هنا، واحد عملت له كان عنده ورم في البنكرياس. ورم البنكرياس هذولا نسبة اللي يعيشوا منهم 10%. نعم. بس باقي كله. كلمني الآن قال لي أنا فلان فلاني ما أنت فاكرني؟ ولا ماني فاكر. يا أخي أنا عملت العملية قبل حوالي 15-16 سنة كان عندي ورم في قلت له افتي ما شاء الله أنت عايش؟ قال يا أخي حتفاول علي. قال لي أنا عايش حتفاول علي. قلت له فشي جميل جميل إنك إيش إنك تشوف ناس عايشين معك لهم 16-17 سنة وناس لهم الدافية. فيا جماعة نسبة الشفاء عالية يعني فيها. إحنا بننظر للي هم ما حالفهم الحظ وبنحس بخوف وبرهبة وما نعرفه، لكن الشفاء عالية. لكن دائما أرجع أقول مرة ثانية الكشف المبكر مهم. أنا لما نكتشف ورم مبكر قبل ما المرأة تكتشفه نسبة الشفاء تعدى 90%. نعم. إذن اللي بيتحكم في نسبة الشفاء هو الاكتشاف المبكر. نعم. والحجم للورم ما في شك. ما في شك. نعم. 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 معنا اتصال هاتفي. مرحبا. طيب اتصال آخر. مرحبا. طيب أنا أذكر المستمعين الكرام أيضا بأرقام التواصل على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. إحنا بحاجة دكتور بروفيسور أيمن إلى كثير من بعض الأبحاث أو بعض المنشورات العلمية اللي بتوعي الناس مثل هذا الكلام اللي تذكره، شيء جميل جدا بعيدا عن التعقيد المصطلحات العلمية اللي بتكون على مستوى يعني ناس مختصين. كلام جميل والله. أنا أول شيء أحب يعني بهذه المناسبة إني أعلن إنه ما شاء الله الآن عندنا بحث نشر على في مجلة عالمية، إحنا مع جامعة الملك عبد العزيز يعني اسم المرجع الطبي. نعم. البحث كان موجود فيه اسمي وموجودة فيه اسم الدكتورة صباح اللي جاي من الجامعة، وفي معنا بنات الله يحفظهم يمكن هم قاموا بالدور الأكمل فيها. اللي أنا أبغى أنوه له إنه ترى يا جماعة المرجع الطبي اسم يحمل معنى، احنا كاتبين مرجع عشان نبغى نكون اداه للابحاث، عشان نبغى نكون اداه للتثقيف، عشان نبغى نكون اداه للتعليم للناس. انا هذه هوايتي، انا هذا عشقي فيها باذن الله تعالى. شيء ثاني، احنا الان بنسوي طباعه لمجلد اسمه امراض واورام الثدي. هذا موجود باللغه العربيه، يحمل جميع اللي موجود في الكتب الانجليزيه انما مبسط باللغه العربيه. جميل. اللي يقرأه لا يمكن يقل معلوماته عن أي طبيب موجود. يا سلام. ومعمول للناس مش معمول لطبيب. أيوة. يعني فيها. نعم. هذه سلسلة أنا مسويها، ابتدينا بالثدي هندخل على نفس الخمسة الأوراق كنا بنتكلم عليها. كيف سلسلة دكتور؟ أنا أقدر والله ما نعرف، أنا هديكم إياها بس حكون موجود في تهام، موجود عندي في المرجع الطبي. أيوة. حتى أيوة. اللي يحب يأخذ نسخة مجانا. نعم. مجانا يمر عليها في المرجع الطبي. جميل. ونديله منها. يا سلام. فهذه التوعية للناس يحمل ك يعني كتاب إلكتروني بي دي إف أو غيره حيكون موجود يا ريت على الإنترنت. معنا اتصال هاتفي أبو أحمد. حياك الله أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا فيك. كيف الحال؟ طيب. حياك تفضل. إذا ممكن أكلم الدكتور الله. تفضل يا أحمد. دكتور كيف حالك؟ هلا حبيبي الله يعافيك. سؤال أنا الله يحفظك دكتور الوقاية من السرطان، يعني
ايش يعني ايش الاشياء الرئيسيه اللي في حياتنا اللي يعني احنا ما احنا عارفين عنها هي سبب السرطان؟ وايش الوقايه؟ يعني ايش الوقايه الواحد كيف يعني يكون عنده وقايه من السرطان؟ طيب طيب يجيب عنها الدكتور. يعطيك العافيه. يا هلا معنا بعيد. طيب اتصال اخر. مرحبا. طيب نجاوب على الموضوع الوقاية على طيب. ذكرت أيوة. بالنسبة لأخ أحمد قلنا الوقاية مشكلتنا إذا كان ما احنا عارفين المسبب الرئيسي فما احنا نعرف الوقاية منه، لكن بصفة عامة قلنا الكيماويات المواد الحافظة اللي بناكلها مع أكلنا وإحنا ما احنا عارفين عنه، هذه من الأشياء المهمة. الكشف المبكر يا جماعة هو الحل الأمثل. نعم. وقاية للورم هو الكشف المبكر. يا سلام. لو احنا بس عملنا تشيك اب زي ما احنا بنسوي يا جماعه سنويا، يا سبحان الله سبحان الله، الله كتب على الانسان يصلي 5 مرات ويحج واحده مره في السنه، نفس الفكره. احنا بنقول لكم تعالوا واحنا مره في السنه نسوي تشيك اب على الجسم وانتهينا. على فكره مو كل الاورام، يعني مثلا اورام القولون انا احتاج اشوف الواحد واحده مره كل 5 سنوات، لان انا اقدر اقول لك لو انا عملت لك منظار القولون وما عندك اي شيء اقدر اقول لك باذن الله في ال5 سنوات ما في ما حيكون في ورم. نعم. الثدي لا احتاج كل سنه فيها موجود. نعم. معنا اتصال اخر. مازن. السلام عليكم. يا هلا مازن وعليكم السلام. تفضل مازن. العافيه استاذ عادل والدكتور الله يعطيك العافيه. بس حاب اسال الدكتور الله يرضى عليه في الخمس الاشياء او الست الاشياء اللي ذكرها بالنسبه للكشف المبكر فيه. نعم. اللي ذكرها لو يعيدها الله يرضى عليه، بس اسجلها انا سامع في الاذاعه سامعكم ما شاء الله تبارك ممتاز. الله ممتاز. احنا هذه ال5 الاشياء اللي انا ذكرتها او ال6 الاشياء هو بناء على الانتشار. نعم. يعني واحد يجي يقول لي طبعا ندور على ايش الاورام، لا نقول له تعال نحن ندور على الاورام الاهم انتشارا. الثدي رقم 1، الغده الدرقيه رقم 2، الرئه رقم 3، القولون والمستقيم 4، واللمفاويه 5. نعم. اللي هو العقد اللمفاويه. نعم. طبعا السادسه اللي هي المعده يعني يدخل فيها وما يدخل فيها، فيها عليها كلام كثير بشكل عام يعني. اي نعم نعم، لكن نعم. هذه ال5 الاشياء الاولانيه هي المهمه جدا. الله يعطيك العافيه شاكر مقدمك. هلا بك حبيبي. يا هلا سلام. يا هلا. طبعا احنا يمكن عندنا قرابه الدقيقه دكتور ايمن، اذا حبيت انك انت تعطي خاتمه سريعه لها في هذا الموضوع. اول شيء الحمد لله انه احنا عايشين في هذا الزمن، نسبة الشفاء احنا نعيدها بالله كم مرة انه ترى عالية يا جماعة. نعم. يعني الناس يخافوا، طبعا لكم حق تخافوا، لكن خليني اقول لك من باب الخبرة، كل ما نكتشف الورم من بدري ترى نسبة الشفاء كلها عالية بإذن الله تعالى. 2، ترى احنا علينا واجب كبير قدام الناس، التوعية والحل او الإجابة لجميع الأسئلة اللي انتم تبغوها. السؤال اللي انا اسأل لكم اياه، كيف ممكن نلتقي احنا وانتم؟ هذا الشيء اللي كلنا لازم نشتغل عليه. نعم. الشيء الثالث يعني ارجو انه بعد كده تتابعونا، انه في ترى في كتب كثيره انا حنزلها كلها توعويه، اتمنى انه تقرا الكتب هذه، تحل كثير من الاسئله، تساعدنا كثير في حياتنا باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله ما اشوفكم الا في الخير دائما باذن الله تعالى. انا بشكرك حقيقه بروفيسور ايمن النجاوي، وطبعا بامكانكم مستمعينا الكرام اذا كان هناك مزيد من الاستفسارات التواصل عبر مركز المرجع الطبي، هو فعلا اسم يحمل معناه، وموجودين في جدة سواء كان هناك استشارات أو مراجعة، فهم لهم كثير من الأمور اللي ممكن يفيدوكم فيها. طبعا الرقم الموحد للمركز اللي هو 9-2-3-1-4-7-6، مرة أخرى الرقم الموحد 9-2-3-1-4-7-6، بإمكانكم التواصل والاستفسار وحتى التواجد والحضور، وكذلك لا يفوتكم الأبحاث اللي طبعا بيقدمها البروفيسور أيمن، هذه الأبحاث اللي تعتبر ذات أهمية كبيرة وطبعا بيرجعوا لها بشكل عالمي ولها الحمد. وجميل جدا عندنا مثل هذه النماذج، والبروفيسور أيمن نموذج حقيقة نفخر فيه في هذا البلد على مستوى العالم بشكل عام. أشكرك بروفيسور أيمن. يا أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بأسرة ألف ألف، إن شاء الله ربنا يجتمع الخير دائما بإذن الله تعالى. هذه الحلقة مستمعينا حتكون مسجلة ونازلة على قناة الإذاعة في اليوتيوب، بالإمكان العودة إليها والاستفادة من المعلومات الوافرة اللي فيها. تحية مني أنا عادل برباع، من الكنترول الزميلة رشا أنديجاني، في أمان الله.